الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعظم كلمة هي لا إله إلا الله. فمن أجل لا إله إلا الله خلق الله الأرض والسماوات وخلق الجبال وجميع المخلوقات. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الذي من أجلها خلق الله كل شيء، وأنزل الله الكتب على الأنبياء والرسل. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا إله إلا الله هي المنقذة. بلا إله إلا الله تدخل الجنة. لا إله إلا الله هي مفتاح باب الجنة. بلا إله إلا الله ترتقي إلى الأعالي. بلا إله إلا الله تعيش سعيدا وتموت سعيدا وتبعث سعيدا. بلا إله إلا الله يحبك الله. إذا عشت على التوحيد ومت على التوحيد كان جزاؤك عند الله عظيما، لأن الله يحب من يوحده ويحب الموحدين. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فلا تحلف إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تستعين إلا بالله. فلا يجوز أن تحلف وتقول والكعبة والنبي وشرفي وعرضي، هذا كله شرك. فالله وحده لا شريك له، لا شريك له، لا نبي ولا ملك ولا آدمي. فلا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة، الكلمة الشريفة، الكلمة التي يرتاح العبد إذا قالها وعمل بها، الكلمة التي تنور قبرك وقبل ذلك تنور حياتك وبعد ذلك تنور دربك على الصراط وتدخلك الجنان وتجعلك تتلذذ برؤية الله عز وجل. كيف لا وأنت لم تشرك به شيئا. لا إله إلا الله هي المنقذ، فعليك بها. وادرس التوحيد وتعلم التوحيد واسأل دائما الثبات على التوحيد، واسأل دائما أهل التوحيد. فالتوحيد كما قلنا هو سعادة الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ينتشر التوحيد وترتفع رايات التوحيد. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.